السلام عليكم. ديما معكم شريف من جديد. لسين ديالي هو هاد الفاكهة الغنية اللي كتحيد الشعر من المصار باش ما يكوزوش السرطان. هادشي راه درت فيديوهات وشفتو داكشي. على كل حال انا هاد الهدية للناس تعاسفي قرابين ليا، خاصني نوريهم الحرفة ديالي شنو تنعمل انايا، شنو خدمتي، شنو الخبرة ديالي اللي غتفيد الناس في هاد الازمة هادي. خاصني تما فاش نبان. انا راني شرحت لكم، قلت لكم اني انا داويت الطبيعة هي الاولى، داويتها صافي الطبيعة الدوات، ما بقاش فيها شي مشكل. لاميونت راه شرحت لكم على لاميونت. عاوتاني غنقول لكم واحد النصيحة من عندي، هي الاولى باش ايرجون هادي. اول حاجة الغسيل باريال، دوش به، دوش باريال راه افيكاس. جربت وانا 10 سنين باش نجربو كندوش به، ما يديرش ليا شي مرض، كيحيد الميكروبات. ودوش بالماء بارد ولا مرضتي انا معاك تليفون، الا جاتك الحمى دغيا ساعه نحيدها لك سوا سير. هذه من عند ولد اسفي. عاود ثاني ملي تدوش بذاك تبقى في الدوش ديالك، ما تخرجش ضربك البرد، بقى تما سخن الماء عال ديالك، راسك خليه هو التالي. وهاد البلاصه هي الاولى تفزقها، هذه هي الاولى تفزقها اللي تدخل في الدوش مزيان. ولونترينمون هذه غسيل الفم بالملحق والحامض، الملحق والحامض الفم بلا ما دير الكمامه باش فمك ما تطلقش الخبز للناس برا. المهم عاود ثاني خاصك الطبيعه، الاكسجين ديال النهار، ماشي تضل مزموت انت وصحابك تشموا الريحه وريحه الصروبه. وكاينين الكوندويت كاع ما مصوبين لها البلومبيه، كتخرج لكم الواد الحار كامل في الدار تتشموه من البحر. هذه هي الولاد اسفي. المهم فهمتوني كيفاش غتغسلوا، كيفاش لونتروتيا ديالكم. بلاتي نكمل لك الله يحفظك. هي هذيك دابا المشكل اللي علمتكم عليه، باني انا راجل سويسير غني انا غنطريطي هذاك الفيروس، وكنطريطي الفيروسات كاملين باش نبشركم بالحضاره ديال اسفي. كنطريطي كاع الفيروسات كلهم تنطريطيهم الحمد لله. واخا ما بغيتش يفهموني انا، راه الطبيعه حاكمه عليا. الشجره ما غتكذبش، النحل اللي كيجي يعيش فيها ما يكذبش. لو قال البوليسيو ما يجيش لي الجرده ديالي. وانا وريتكم تفرجوا في فيديوهات ديالي وتعابوا معايا في صفحه عبد الرحيم شيوخي، وديروا الجرس وشجعوني وانا معاكم. غنرجع لكم ان شاء الله المغرب والعالم بخير بالطبيعه. حنا خاصنا نقاوموا الفيروس بحضاره بانتروتيان. سان فيروس هذا ماشي فاتنين، مع فاتنين واحد الحاجه خياليه وحقيقيه، خاصنا ننقيوها بلونتروتيان بالنظافه اللي قال التطهير اللي قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. خاصنا ننظفوا الانف، ننظفوه مزيان، توضاو. هاد العريقات اللي كيتكونجيلا واللي كيكونجي لهم الفيروس هو اللي كيجمعهم من هنا، راه كاين في الوضو كتوضى به بحال هكا، كتطوي طفي هاد العروقات باش يتسرحوا. وانا راه عندي دي فيتامين للمريض باش كيطلق ليه الدم، يولي البومبا ديالو كتضخ مزيان، ما يبقاش بوفري مزير، سيرتو الراجل الكبير كيحس بيا. دايرين خدمتهم، كيبانوا لي خارجين الله يحسن عوانهم، مقدمين روحهم او مقدم واحد روحه للفيروس باش يقول لك دخل. ولكن دخل خاصك واحد. المهم انا ما نقدرش نقول لكم، تفهموا ميكونساي، هذا هو اللي بغيت نقول لكم. انا تبعوا لي كونساي ديولي، راني جسوي راه لي كونساي ديولي في المحل ديالهم في المنطق ديالهم. وتبارك الله الناس مساكن والله العظيم شحال الحوانت، كلشي سادين ومصيبه. هذا راه هذا خلعهم هذا الفيروس هذا، الله يلا خلعهم بالله. وانا وفي هذا المنبر كنقول للناس اللي كيبغوا يغلاضوا ياكلوا بطاطا، بطاطا راها كتغلظ ناتوريل، هذه مع صديق لونفيرونمون، باش ما تاكلوش داك الفانيد اللي كيغلط، غتغلاضو ناتوريلمون بطاطا، بطاطا مسلوقه ومشويه على البلاكه ماشي على لاميون على في الزيت. هذه هي من عندي.